ازيك يا ملك؟ ازيك انتي؟ عامله ايه؟ اول كده انا ببصت لنا بعض انترفيو قوي، انا متحمسه قوي. كل مره كان بيبوظ لينا انترفيو واحد. لا خلاص بقى، النحس راح. عيني لما تقولي باظ. طيب قولي لي، بما ان احنا في مهرجان القاهره وفي افلام وندوات وحاجات كتيره قوي، ايه الحاجات اللي انتي دايما بتتمسكي بيها في المهرجان، يعني اللي هو نويت تفوتيها؟ الافلام اللي بتكون من بلدنا اوبسلي. عشان كده متحمسه قوي النهارده، غير انا بحب سيد رجب قوي 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 قوي. دي اول حاجه. تاني حاجه برده شورت فيلمز، بس ودول مين لي اكتر حاجتين بحبهم. اوكي، وايه رايك في الدايفرستي بتاعت الشورت موفيز اللي مشاركه في المهرجان؟ كنت كدابه لو قلت لك رايي كذا كذا، عشان ده اول يوم ليا، فانا لسه بالظبط لسه بكتشف ولسه احضر النهارده اول يوم. طيب بما ان احنا في مهرجان القاهره، قولي لي ايه اكتر حاجه بتحبيها في القاهره كعاصمه؟ اكتر حاجه بحبها في القاهره انها كيوتك، بحب قوي الزحمه، بحب الدوشه، بحب بساطتنا في الشارع، بحب الشارع. بحب الشارع. طيب قولي لما بيجي لك دور ازاي بتقعدي تحضري له؟ ايه اكتر حاجه، او مش ازاي، ايه اكتر حاجه اللي هو بتحبيها في تحضير الدور اللي بيكون عندك؟ اوكي، ديبندز، على حسب. مثلا بحاول اقرب للشخصيه، بشوف ايه اللي ما بيني وان كومن بين انا والشخصيه. مثلا لو حاجه مختلفه خالص ببتدي اركز في هي ايه اللي مرت بيه، فبالتالي بتلاقي مشيتها بلبسها بطريقتها كله بيتغير. بحب قوي البروسس ده. اوكي حلو، احنا خلصنا. احنا خلصنا. ايه ده؟ It's very quick. ايه ده النهارده؟ يعني عشان الناس عايزه تلحق فيلم. انا لو وقفتك هنا معايا نص ساعه صح. ممكن نرغي مع بعض بعدين بقى. اوكي، ثانك يو سو ماتش يا ملك. ميرسي.